بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء. الجو هيكون بارد بالليل على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد. كمان أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الناس كلها بتقول لبعض اليومين دول كده هو الشتاء رجع تاني قوي برد، ليه كده يعني؟ بعد ما خلاص كنا بدانا في الدفء ودرجات الحراره اللي يمكن تكون دافئه نوعا ما، بقينا خلاص كمان الجو بالليل برد جدا. خلينا نقول الاول ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لم ينتهي، هينتهي رسميا ان شاء الله نهايه هذا الاسبوع يوم الخميس اللي جاي. فاحنا لسه الاجواء الشتويه موجوده معانا، ويمكن احنا كنا نوهنا في نشراتنا ان في حالات عدم استقرار تبدا يوم الاحد، تكون ذروتها الاثنين وتستمر معانا الثلاثة ان شاء الله، وبعد كده مع يوم الاربعاء يعود تاني الاستقرار في الاحوال الجويه. يمكن بالفعل احنا بالامس شفنا نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، ده حسسنا بالبروده بشكل كبير، ويمكن كان مثير لبعض الرمال والاسربه في بعض الاماكن. اليوم متوقع يكون في استمرار لتاثرنا بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وايضا الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي في استمرار لفرص الامطار. يمكن كمان فرص امطار اليوم هتكون اعلى من امس، حول امطار اليوم لامطار متوسطه ورعديه احيانا على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه، محافظات شمال الوجه البحري، مناطق من الصحراء الغربيه، ايضا امطار متوسطه ورعديه على مناطق من سيناء، محافظه البحر الاحمر، شمال وجنوب الصعيد. الطبيعه الجبليه والجغرافيه الموجوده في سيناء ومحافظه البحر الاحمر ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول، وخاصه كمان على الطرق المؤديه منه الى محافظه البحر الاحمر ومحافظات جنوب الصعيد، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من تشكل السيول اليوم. كمان الامطار ايوه انا مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. هتمتد القاهره الامطار يا فندم؟ بالفعل هتمتد النهارده على القاهره، لكن فترات المساء ما بعد فتره الظهيره وفتره العصر هنبدا نشوف فرص الامطار في القاهره الكبرى بشكل كبير. هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه خلال فتره المساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه. فاحنا عندنا اغلب محافظات الجمهوريه اليوم هيكون عليها سقوط امطار متفاوت الشده، وطبعا الامطار بتكون على فترات متقطعه، وهنلاقي كمياتها بتختلف من منطقه للثانيه ومن محافظه للثانيه. بالاضافه كمان مع سقوط الامطار في استمرار لنشاط الرياح، هنحس بيه بشكل كبير مع فتره الظهيره. سرعات الرياح تمام يا دكتور، يعني احنا اكيد اطمنا من حضرتك عن حاله الطقس، واكيد طبعا احنا عارفين من امبارح ان احنا مستمرين في اطراف الاحوال الجويه على مستوى محافظات الجمهوريه، وفي امطار وفي رياح وفي بروده في الجو. لكن يمكن حضرتك قلت لنا امبارح ان هو ان شاء الله مع يوم الاربعاء هنبدا في تحسن كبير في درجات الحراره. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا من القاهره العظمى 22 الصغرى 13، العاصمه الاداريه 22 12، اسكندريه 21 12، العالمين الجديده 20 11، مطروح 18 10، دمياط 20 14، بورسعيد 21 15، اسماعيليه 23 12، السويس 23 12، العريش 21 14، كاترين 20 7، طابه 21 14، حلايب 28 20، شلاتين 29 18، شرم الشيخ 27 17، الغردقه 26 16، الفيوم 22 12، بني سويف 22 13، الوادي الجديد 26 15، اسيوط 22 13، سوهاج 23 13، قنا 24 15، الاقصر 25 16، اخيرا اسوان 23 16. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، نخلي بالنا ان في برودة في الجو اليومين الجايين، وفي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، وفي امطار على اغلب الانحاء. هرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.